ما حجم الدعم الذي يأتي للحوثيين من إيران؟ لا توجد أرقام معلنة، لكن إيران حتما تدعم الحوثي، وهي تعتبر أن معركتها في اليمن تشبه معركتها في سوريا، تشبه معركتها كذلك داخل لبنان. إيران تحارب خارج أراضيها حتى تحمي نفسها، هكذا تفكر وهكذا منطق النظام الإيراني، وقد ينظر له البعض من منطلق الصواب. لكن نحن عندما نتحدث عن الحوثي بوصفه أصبح بشكل أو بآخر أداة إيرانية، نحن كيمنيين لا نريد أن نكون جزء من هذا الصراع الإقليمي، لا نريد أن نكون أداة بيد إيران ولا أداة بيد أي طرف آخر إقليمي أو دولي. للأسف الحوثي هو أرخص عميل لإيران على مستوى الكرة الأرضية، لأن ما تقدمه إيران من دعم للحوثي ليس بالقدر الذي يقدمه الحوثي لها من خدمات. الحوثيين يا أخي العزيز تسببوا بنكبة هائلة لليمن واليمنيين. الحوثيين اليوم يعني يعيقون بناء الدولة، يعيقون السلام، يعني عملوا باليمنيين ما لم يعمل بهم من قرون، ارتكبوا أبشع الجرائم، وكل ذلك تنفيذ لأجندات يعني خرافية لمقولات لها 1400 سنة. لشيء مضحك مضحك والله، أنني أخجل عندما أتحدث من التنظيرات التي يروج لها الحوثيين اليوم. ويسمعنا المشاهد العربي عندما يتحدث عبد الملك الحوثي في خطاباته السياسية، يتحدث عن معركة الجمل، يتحدث عن معركة صفين، يتحدث عن قصص وروايات منذ 1400 سنة. يعني نحن الرؤية. نخجل أن يحكم إنسان جزء كبير من اليمن وهو بهذه العقلية.